حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه التغطيه الخاصه عن موضوعة إعادة الانتخابات مقابل آمال التغيير، حيث لا يزال البلد يخرج من أزمة سياسية ويدخل في أخرى حتى فقد المواطن ثقته بالعملية السياسية. لهذا يرى المراقبون للشأن السياسي أن صعوبة تنفيذ هذا المطلب تكمن في إعراض الجماهير الشعبية عن الانتخابات وعدم الضمان لإعادة السيناريوهات الأخيرة بانتخابات تشرين الماضية من نزاعات واختلافات. هذا جانب. الجانب الآخر مشاهدينا هو الوضع السياسي المتشنج، فمثلا لو تم إعادة الانتخابات ما الجديد الذي يأتي، خصوصا أن الفرقاء السياسيين المتنازعين بينهم أيضا لهم بصمة ستكون في الانتخابات المقبلة، فهل يا ترى ستعاد المشاهد نفسها أم سيكون هناك حل آخر؟ إذن مشاهدينا نبدأ هذه التغطية بمتابعة هذا التقرير. في إطار الضغط على الكتل السياسية يطالب التيار الصدري إعادة الانتخابات مجددا، وإلا فالاحتجاجات لم يطفأ فتيلها، فهذه خطوة يعدها أصحاب الرأي أنها غير مدروسة، خصوصا والبلد يمر بفراغ السلطة المتمثلة برئاسة الجمهورية والوزراء، فالانتخابات تحتاج إلى طلب من البرلمان أو رئيس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، فهذه الحلقة المنقطعة لا يمكن لها أن تمرر قرار إعادة الانتخابات وفق ما يقوله الخبراء. فبعد 9 أشهر من نتائج الانتخابات رغم التزوير الذي شابها على حد قول المعترضين، تعود المطالب بإعادتها لأسباب يقال أنها لمصلحة البلد، إذ فتحت الأبواب لسيناريوهات عدة، أبرزها سحب الإطار الشيعي مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى تمديد مدة حكومة تصريف الأعمال. وهناك صعوبات عدة تقف مانعا من إعادة الانتخابات، متمثلة بعدم إقرار الموازنة والرفض الشعبي بعدم الوقوف ثانية أمام طوابير الاقتراع بعدما رأوا رأي العين ما آلت إليه الانتخابات الأخيرة. وفي الجانب الآخر رغم تأييد البعض بشروط لهذه المبادرة، لكن يبقى الحوار الوطني حول هذا المشروع هو ما يقرر ويحكم، فلو نظرنا من جانب التنفيذ سيعجز العقل والمنطق من قبوله. والسؤال الذي يطرح من قبل الشارع والمراقبين، لماذا بهذا التوقيت جاء طلب إعادة الانتخابات بالرغم من عبور الانتخابات الماضية أكثر من نصف عام؟ نهى الشمري، الأيام الفضائية. بداية مشاهدينا نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، الباحث في الشأن السياسي أثير عشرة، أهلا بك أستاذ أثير ضيفا كريما، وكذلك ترحب بالكاتب والصحفي الأستاذ طالب الأحمد، أهلا بكم سيد طالب. أبدأ معك سيد أثير، هل من بوادر لحل هذه الأزمة سواء بإعادة الانتخابات أو حل آخر؟ الفرقاء السياسيين حاليا أكو بوادر بينهم للتوصل إلى حل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ بشار، تحية مشاهدكم الأفاضل. نعم، يعني خلال نقول 24 ساعة الماضية بدأت فعلا بوادر، يعني بوادر حوار جدي يعني للنقل إلى مرحلة جديدة. يعني شوفوا الآن، يعني ربما البعض يقولون أن سماحة السيد مقتدى الصدر مصر على بعض الشروط، لكن أنا لاحظت هناك بعض الليونة، يعني من خلال بعض التصريحات، يعني كانت يوم أمس المبعوثة الأممية بالأسخار زارة سيد مقتدى، ولا نعلم صراحة مخرجات هذا اللقاء، لكن هناك بعض التسريبات. كذلك يعني حاولوا بعض الأخوة أنه يعني سماحة السيد الصدر كان في مجلس حسيني في من السيد السيستاني، لكن المؤشرات عامة أنه هناك يعني تنازلات يعني بسيطة من قبل سماحة السيد الصدر لعدم حصول فوضى داخل العملية السياسية، خصوصا انه يعني الان الحاج هذا العامري بصدد يعني التباحث مع السيد الصدر واتخاذ بعض الامور واتخاذ بعض القرارات التي من شانها تنفيذ يعني الشروط التي وضعها السيد مقتدى الصدر، خصوصا انه كل الاطار التنسيقي ومعظم يعني القوى الموجوده داخل الاطار التنسيقي كذلك السنه وكذلك الكرد متفقون تماما على الذهاب الى انتخابات مبكره، لكن ما هي الاليات التي سوف تنفذ للذهاب الى انتخابات مبكره؟ هل هناك حلول؟ يعني في مقدمتك اللطيفه
فعلا أشرت أن هناك فجوة كبيرة بين المواطن العراقي عموما وبين الطبقة السياسية، وهذا يجب أن يؤخذ بالحسبان. لا يمكن المضي والشروع بانتخابات مبكرة في ظل الأوضاع الآنية. يعني عندما نتحدث باللوجستيات مثلا، لا بأس تتوفر اللوجستيات تتوفر، لكن المواطن فقد الثقة، من سيشارك بالانتخابات؟ هل نفس الطبقة السياسية؟ طيب، هذه نقطة مهمة، خصوصا قضية نسبة المشاركة بالانتخابات. الانتخابات يمكن سيد طالب هي السبيل نحو التغيير، نحو أي إصلاح. وجدت الانتخابات كممارسة ديمقراطية، لكن في حال إعادتها، الانتخابات الماضية كانت قد شهدت عزوف كبير من قبل الشارع العراقي ومن قبل الجمهور. هذه الانتخابات إذا انعادت في ظل هذه الأزمة السياسية، هذه الأوضاع السياسية الحالية، ممكن أنه تشهد نفس الإعراض من الجمهور على المشاركة بها؟ شكرا جزيلا، تحية لك أخي الكريم والأستاذ الشرع ولجميع المشاهدين الكرام. أنا أعتقد الانتخابات بصورة عامة، الانتخابات التي يريدها المبكرة والأخيرة واللي قبلها لم تقدم حلول واقعية للبلد، ولم تسهم في إيجاد أو في خلق تنمية حقيقية للبلد. وبالتالي هذه الآلية ينبغي أن نبحث عن آلية بديلة. يعني هذه الوصفة من الديمقراطية المشوهة، الديمقراطية العرجاء، لم تعد يعني وصفة ناجحة، لم تتحقق بها تنمية للبلد. بالعكس، لاحظنا أنه البلد يتراجع على أكثر من الصعيد، والفساد يستشري في مؤسسات الدولة. إذن ينبغي أن نبحث عن بديل، هذا هو أعتقد السؤال الجوهري. الموضوع لا يتعلق فقط في آلية الانتخابات، الانتخابات هي وسيلة لإيجاد تسوية معينة لصراع سياسي ونقلة من دائرة الصراع إلى دائرة التنافس في إدارة الدولة، تقديم مشاريع، تقديم رؤى. احنا ما عندنا هذا الموضوع، احنا عندنا الانتخابات هي وسيلة للمحاصصة أو لاقتسام غنائم السلطة، وبالتالي كل انتخابات لن تأتي بجديد إذا بقيت على نفس الإطار. السيد الصدر في الانتخابات الأخيرة أراد أن يوجد شيء جديد اللي هو حكومة الأغلبية، بغض النظر عن مواقف القوى السياسية، كان هذا أمر جديد، لكن اصطدم أيضا بعائق التقليد السياسي القائم على المقالد المحاصصة، وأنه هذا عرف يراد له أن يبقى لعشرات السنين كما حدث في لبنان منذ الخمسينات والستينات إلى يومنا هذا. إذن نحتاج إلى تغيير، إحنا نحتاج إلى تغيير. قد لا تحقق الانتخابات، قد تحقق الجماهير بهذه حركتها، الجماهير حتى تحقق أيضا مطالبها، طبعا هي بذاتها لا تحقق، هي تندفع تعبر عن مطالبها، تحتاج إلى قيادة أو قائد. وأعتقد الآن السيد المقتدى قراءة للمشهد هو الآن قائد هذه المرحلة. صحيح هناك من يصور القضية على أنها يعني صراع شيعي شيعي، وأنها صراع على التمثيل السياسي المكون الشيعي، لكن أرى حتى الآن هنالك منهجين يعني مختلفين. عندنا الإطار وقوة تقليدية أيضا سياسية شيعية لا تزال تنظر إلى الشيعة على أنهم طائفة. السيد الصدر الآن ينظر إلى الشيعة على أنهم شعب، الشعب يحتاج أو يتطلع إلى مستقبل، الطائفة تتطلع وتنظر إلى الماضي. فهناك خلاف جوهري، ليس فقط خلاف سياسي، مو فقط الآن ما يدري الآن ما يدور من صراع أو من خلافات حقيقة أعمق من قضية أنه خلاف حول مرشح رئيس الوزراء. طيب، الطائفة الواحدة حاليا عندها أكثر من قيادة، السيد مقتدى الصدر كذلك، قيادات الإطار التنسيقي، قيادات تعددت، والدليل أنه ماكو قيادة من هالقيادات قدرت تحقق شيء وتشكيل حكومة وتحقق مشروعها سواء التوافقي أو الأغلبية. هذا الموضوع، الانتخابات القادمة إن جرت فعلا، ممكن تحل هذا الموضوع لصالح أي من الطرفين؟ هي صعبة نتحلها، لأنه هذه القوى السياسية ما جاءت تفهم عمق التحول اللي جاي يصير بالمجتمع. أنت حضرتك تقول لي الشيعة لهم قيادات مختلفة، الحقيقة مو فقط هذا، الشيعة مجتمع، يعني شعب، هم شعب، وكما هم بقية الطوائف والكذا. احنا المفروض نغادر، اذا لم نغادر هذا الدستور القائم على اساس المكونات، ولم نغادر نظريات بريمر ووصاياه ومجلس الحكومة، وانه البلد يحكمه 25 شخص وكل شخص يبقى لمدة شهر. طيب، وانه توزع الشيعة كذا حصتهم والكرد كذا والسنة، اذا لم نغادر هذه راح نبقى في هذا الصراع، ويبقى صراحة من داخل كل مكون كذا. احنا المفروض نخرج من نسق الطائفة الى نسق الشعب.
طيب الشعب ايضا بالاكراد بسنه سيد اثير ايضا عندهم مطالب، وايضا الانتخابات الماضيه شهدت عزوف كبير من الاكراد من السنه، ممكن ان تتعالج بهذه الانتخابات؟ هاي اهم نقطه باجراء الانتخابات. استاذ بشار، بصراحه الفئه اللي تاثرت كثيرا بالعمليه السياسيه هم الشيعه. يعني تحدث الاستاذ طالب كلام يعني دقيق جدا. يعني اذا نتحدث مثلا هل خدموا السياسيين الشيعه محافظاتهم؟ بس انت تشوف يعني اذا تقارن حاليا هاي من ضمن الاسباب اللي ادت للعزوف. لا شوف هسه بس وهي نفس الاسباب يمكن عند الاكراد وعند السنه. الشيعه اكبر عزوف عن المشاركه بالانتخابات، يعني اذا تحب مقارنه حتى نكون واضحين صراحه، يعني شوف الشيعه تحملوا كسياسيين الوزر الاكبر مما حصل من فشل سياسي خلال الدورات الاربع السابقه باعتبار قياده الحكومه. وهذه مشكله لانه المحاصصه اللي صارت وهاي لك وهاي لي، وهذه الوزارات وزارات الخدميه بصوره عامه قد مو كلهم فقط وزراء شيعه، لكن الخطا اللي صار طبعا هناك مواد بالدستور، يعني ماده 78 من الدستور اللي تخص السياسات العامه للدوله اللي اعطت صلاحيات اللي لرئيس مجلس الوزراء لكل السياسات، لذلك هذا كان خطا كبير جدا يجب تعديله، لان يعني الوزير اليوم صراحه متشتت، يعني متشتت كوزير ما يريد يقدم، تجوك احزاب حركات، يجوك برلمانيين، مقيد من قبل رئيس مجلس الوزراء، وكانه هو خلص شخص واحد اللي يحكم، الوزير ما يقدر يقدم، حتى من خلال من يقدموا له موازنه، ما يقدر يصرفها بالشكل اللي هو يشوفه صحيح، ما عندنا تخطيط صراحة مسبق، لذلك هذا الفشل تحملوه ما أقول لك 90% هم الشيعة. الموضوع ثاني، اليوم إذا مثلا مثل ما تفضل أستاذ طالب نخرج من عرف برايمار، ما يخلوك الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أنت عندك إرادة وطنية. أحكيها بكل صراحة، اليوم إحنا حتى نغير لازم تتغير الطبقة السياسية. واليوم يعرفون طيب شلون تتغير الطبقه السياسيه؟ تتغير هو تغيير دائما، لو اكو انقلاب، لو اكو انتخابات حتى تسوي تغيير. هو شوفوا الانتخابات، واحنا تكلمنا عن الانتخابات، الانتخابات القادمه يجب ان تفرز وجوه جديده، مو كيف احد اليوم لان طيب هاي الانتخابات وفق القانون اللي تغير بشكل كبير ادى الى تغييرات في البرلمان، وكانت هناك وجوه جديده ايضا، الضغط الجماهيري على الكتل السياسيه تمام. والاحزاب خلتها تغير من الوجوه اللي تقدمها للناس. صعود مستقلين ايضا بعدد كبير لكنه الازمه تعمقت. بالنسبه لقانون الانتخابات فصل على جهه معينه، تعرفون كل زين يعني القاعده الصدريه الله يحفظهم، هم القانون كان مفصل عليهم تمام، ولا يعني هو مفصل عليهم لو الاطراف السياسيه الاخرى ما عرفت شلون تشتغل عليه وتستثمر. مو هي هذه المشكله سمد، احنا مو قلت لك انا ما عرفت، مو قلت لك هم شوف هم اضطروا لهذا التوجه، اضطروا هذا الاضطرار قد يكون خلانا في هذا المأزق الحالي اللي وضعه هم نفسهم به حاليا. يعني انا اقول لك السياسيين الشيعه في مأزق، شوفهم هسه السياسيين السنه مرتاحين، رغم هناك خلاف بين عزم والسياده وعزم انسلخ عن السياده وجول الاطار، وكذلك خلاف بين البارتي واليكتي، لكن مواضح مثل مواضح اليوم يوجد شتات صراحه، وهناك اراده شتات للمكون الشيعي، يعني قبل وين كنا تحالف وطني، ائتلاف وطني، اليوم هناك شتات، ويعني لا سمح الله سنشهد اختلاف وخلاف داخل الاطار التنسيق. هسه انا ما اتمنى اذا يوجد عدم تفاؤل بالذهاب الى الانتخابات يعني اخرى واعادتها دون لا 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 مو هيك، ما راح يكون من عدم تغيير ننظم وضعنا، لا ليش؟ لا بالعكس ننظم وضعنا بشكل صحيح، نرتب اوراقنا تنظيم الوضع تنظيم الوضع سيد طالب، يعني تنظيم الوضع يمكن الاطار الان يعني حتى يروح الى اعاده انتخابات حتى يتوافق مع الاطراف السياسيه الاخرى، يرى انه الذهاب الى الانتخابات خصوصا هو بحاجه قبلها مثل ما قال سيد اثير تنظيم الوضع، يطالب بحوار وطني شامل لكل الاطراف السياسيه الموجوده. شنو راح يبحث هذا الحوار؟ والله انا بالنسبه لقراءتي لسياسه الاطار وما يطرحه قاده الاطار، هم يعني نفس يعني يكررون ذات الطريقه اللي تعاملوا بها مع حراك تشرين الشعبي. نعم. وهي المراهنه على عامل الوقت لتمييع مطالب الجماهير، وانه كل من طول الوقت تاجيل يتبع تاجيل، وهو من مصلحته يطيل الوقت في ظل وجود حكومه الاطار ما راضي على وجوده. لا هو من مصلحته اطاله الوقت، لانه الان الوقت الراهن هو مو من مصلحته. الان القوه للشارع هي الاختيار الصدري. الاختيار الصدري هو متصدر المرحله. زين، واذا هم يتاملون انه بالاستمرار ممكن مثل ما تفضل ايضا استاذنا
ممكن السيد صدر بيقدم شوية تنازل أثرة تنازل إلى أن الناس تبرد، هم يراهنون الأثرة على مزاج الناس، يقول لك الناس خب ما تبقى 24 ساعة بالشارع بل يعني بهالوضعية هذه، فتبدي يعني هم يراهنون على عام الوقت. يعني ممكن اسمح لي مثل لبنان يعني نروح بعد 3 سنين وهم نعيدون الانتخابات، هم يراهنون على هذا الشيء. معظم الطبقة السياسية تراهن على شيء تريد مثل نبقى مثل لبنان، أي شيء يصير يعني أسود لبنان أكثر من هذا الانفجار صار مال اللي هو عاد الانفجار القنبلة النووية سووا بناس طلعت الشوارع أكثر من حرب أهلية أخي، حرب 15 سنة وأكثر، حرب يعني حقيقية. مع ذلك بعدين شو نتيجتها؟ نتيجة المحاصصة، اتفاق الطائف وأنه الشيعة عصتهم الدروز الكذا، هذه مشكلة نظام المحاصصة، أنه نظام ما أقول عصي على التغيير بس صعب التغيير، لأنه راح يفرز لنا مافيات، يفرز لنا امبراطوريات مالية، يفرز لنا قطاع سياسي ما طيب. تقدر تغير بعد هذا القطاع السياسي ما تمضي عليه اسبانيا يعني واقعيا 30 سنة صعب تغيره بعد. العراق واقعيا في مواجهة هذه المخاطر اللي ذكرتها، ويمكن قبل كم يوم وصلنا إلى هذه المرحلة من الخطر أو شعور الناس بهذا الخطر. الانتخابات المبكرة يجب أن تكون حل لكل هذا، بحاجة إلى حوار وطني ما بين كل الأطراف السياسية واتفاق على آليات الذهاب إلى انتخابات أو يعني تصفير هذه المشاكل والأزمات. هو الحوار بكافة الأحوال مفيد، ولهم يعني هم رجال السياسة مهمتهم هذه، الحوار هذا بالعكس حوار وطني وشامل، الحوار الوطني الشامل المبادرة اللي طرحت سواء من قبل قيادة الإقليم من قبل سيد رئيس الوزراء كل مبادرات إيجابية، أي مبادرة تطرح من قبل المتحدة وغيرها، لكن الموضوع هو أنه مو حوار. ليش هو الآن سابقا ما صارت حوارات تبقى هم الحوار شهر وشهرين؟ ليش هو الإطار التنسيقي حتى داخله دواء وكو حوارات واجتماعات 10 أشهر ما 9 أشهر؟ المشكله مو بالح... يعني مشكلتنا انه ما هي اجنه الحوار، ولازم يصير له سقف زمني وموضوع محدد على ماذا نتحاور وما هي الاليات اللي راح نخرج بها للحل، وسقف زمني يكون حوار لمده محدده حتى نخرج بعدها بقرارات واضحه ونتفق عليها، اما مجرد حوار وبنلتقي ومجاملات وما وترضيات وتسويات هذه ما تنفع. وصار حوار حتى بين السيد الصدر اجى قاعد ويا قاده الاطار ما اثمر شيء، لانه اول الاطراف اسمح لي لقاء اعلامي اكثر من عده سياسيه. لا اسمح لي، لا هو كل الاطراف معظمها هسه احنا ما نقدر نعمم بكل شيء، يجي طاوله الحوار وهو اصلا كل همه انه اما عنده مكاسب يريد يحافظ عليها او يريد يحصل على مكاسب من مرحله قادمه. ماكو حوار الان الا ما رحم ربي لا ما ندر، نقعد يقعدون يجتمعون يقولون الوطن في خطر لننقذ الوطن، هذا هو ماده الحوار، كل واحد مستعد يضحي بنفسه بحياته بمصالحه لانه بلدنا في خطر، مجتمعنا في خطر، المجتمع مأزوم، الناس منفجره، هذا مثل في زلزال سياسي، هذا صار هذا السد انهار الان وبدت المياه تتدفق في كل اتجاه، خلينا نشوف لنا حل، هذا هو المسؤول، هذا هي المسؤوليه ممكن هذا ممكن. هذا المفروض اذا حوار بهذه الطريقه طيب. نعم ينجح وينقذ البلد ينجح. اما نرجع طيب. احنا وزقت حصتك وهاي الوزاره كذا وانا ما اقبل افرط بفلان منصيب، لا هذا مو حوار، هذا لم يسمع ثاني طيب. اسمح لي اكو نقطه اخرى، احنا المفروض نتفق حتى اذا اتفقنا على انتخابات احنا ما نبقى بالايات القديمه، المفروض المحكمه الاتحاديه تتدخل انه من هي الكتله الاكبر ما نعرفها، ما هل هناك اغلبيه وقليه، لا ممكن يطلع لنا بعدين رئيس وزراء، هذا التجاوز على التوقيتات الدستوريه ايضا كانت مهمه اذا تسمح لي سيد طالب. لا تنتج لرئيس جمهوريه، لا تنتج لرئيس وزراء، لا تنتج لحكومه، لا تحقق مطالب الناس، لا تنتج لبرلمان منسجم، لا تنتج لاغلبيه واضحه، انا شو مسوي شو اسوي بها الانتخابات؟ نتفق على القانون انه الانتخابات القادمه تختلف، انه من يفوز إن كان سني شيعي كردي يزيدي صابئي نقطة أخرى، من يفوز بأغلبية المقاعد هو الأغلبية نقطة أخرى، هذه يمكن يتم الاتفاق عليها بالنقطة الأولى واللي هي المطالبة بحوار، ممكن أن يكون هناك حوار فعلا جاد يفرز بعدين اتفاق على انتخابات أيضا، هذه انتخابات تساهم بتغيير حقيقي للبلاد. سيدة أستاذ بشار هو شنو هو الحوار يعني تفضل أستاذ طالب، هي غير أني أضع آليات في البداية مثلا تفعيل قانون الأحزاب، هذا رأي راح يقرب وجهات النظر بين المواطن وبين الطبقة، يعني ما راح يخلي كل الأحزاب تشارك صراحة، بعض الأمور اللي قد تفشل الانتخابات كون يتفقون عليها قادة الكتل السياسية يجب أن تكون مرونة بالحوار وصراحة أكثر، هناك اتهامات
انت فاسد، هذا يقول له انت فاسد، انت ملفات فساد. طيب. وعندنا 12. المهم هذه الامور كلها يجب ان تكون ذات جديه بالحوار. طيب. ايضا تعديل مساله تعديل الدستور، الاخوه الكرد رافضين، رافضين الاخوه الكرد، بيقول لك احنا ما نعدل. مو تعديل الدستور هاي قضيه اخرى، غير الانتخابات هي اصعب من الانتخابات. يمكن اذا نجحت انتخابات قادمه عندنا ونجحت ممكن تعديل الدستور من بعد انتخابات اخرى. استاذ بشار، لجنه كتابه الدستور تعرف كل الزين انه بعض المواد ما تحتاج تصويت ولا تحتاج موافقه ثلاث محافظات. عدا قضيه اخرى سيد اثير، اكو نقاط بالدستور يعني يفترض ان تتضمن بالحوار الوطني ان جرى بين الاطراف السياسيه، اكو نقطه انه نقاط دستوريه، قوانين دستوريه تم التجاوز عليها طيله الفترات الماضيه، خصوصا بالايام الاخيره او بالاشهر الاخيره. الكتل السياسيه تجاوزت كل فقرات الدستور وما كان هناك اي حسيب ولا رقيب عليها. مش قاعد احكي، انا مو لازم احنا نعدل، ما قلت لك البدايه نعدل اوراقنا، يعني شنو معنى؟ يعدلون الدستور، الدستور يعني كل شيء رغم المؤشرات والنقوصات بالدستور، لكن المشكله كانت بتجاوز الدستور. مو المشكله بنقاط المتضمنه بالدستور. المشكله حوار وطني. الطبقه السياسيه. الطبقه السياسيه. لا، الحوار الوطني ان جرى فعلا وكان جدي فعلا كما طالب سيد طالب، ممكن ان يتضمن فقرة هي الالتزام بنقاط الدستور وعدم تجاوزها، واللي يتجاوز على هاي النقاط تكون عقوبة له. خلينا نكون منطقيين، انت تصدق هذا الشيء راح يصير اذا كل من لازم ملفات على يعني عذرا، يعني احنا صريحين في لقاءاتنا. نعم. هذا ما راح يكون، راح يكون الله وكيلك صياح وعراك وانت واني وانت كذا، وما راح يطلعون. يا اخي كون طبقه سياسيه اذا ارادت تبقى هاي الطبقه السياسيه. نعم. المخضرمين اللي جوي خلينا نقول هم يسمون نفسهم خط اول، هسه رشحوا نعتوا السيد محمد الشعب الخط الثاني وحرقوا للرجال. تمام. اليوم يجب شوف تمكين طبقه سياسيه جديده. ليش العراق خلينا من الكفاءات، خلاص انتهى الموضوع. لا، موجود العراق ولاد بالكفاءات، هسه مو صرت شيعه وسنه نمشي على عرف برايمر. شوف من ضمن كواليس لقاء بلا سخاط مع سماحه السيد مقتدى الصدر. نعم. هي بعض الامور اللي ما تقبل ببعض التوجهات، انه ما تريد يصير شتات ولا تغيير في بعض الامور اللي صارت سنين وعرف داخل العراق. اذا عرف برايمر احتمال، لا الامم المتحده تريد العراق يغادره، ولا ايضا الولايات المتحده الامريكيه اللي ماسكه حاليا بريطانيا لها دور فاعل وقوي يعني جدا مؤثر بالعراق. لكن اليوم احنا كطبقه سياسيه خلينا نقعد شنو الجدوى من قعدتنا؟ راح نقدر نتحاور، نقدر نخرج بورقه عمل، نقدر ننظم اوراقنا. اكو سبيل لحل هذه الازمه غير الحوار؟ لا، مش يعني من نتحاور يا اخي، هو قانون الاحزاب تفعيله ماكو. نعم. داعي، هي نقاط 1 2 3 4 نفعلها والسلام. اي قانون الاحزاب بالتليفون. نقاط اخرى والله وكيلة عليها انه نحترم الدستور مهما كانت نتيجه الانتخابات. ليش لا؟ خلي يحترمون الدستور، يحترمون نفسهم مع جل الاحترام. لان باوع الفتره القادمه، فتره قادمه خطره جدا. اليوم راح تبدي شوف، اذا نشوف اذا نحكي مثلا جمهوريه ايران الاسلاميه المبتليه صراحه، المبتليه بهالطبقه السياسيه، وتطلع الفضائيات وايران متدخله وايران متدخله، كل واحد صارت عمي والله ما متدخله. نفهمهم، لا يوجد اي دور لجمهوريه ايران الاسلاميه، لا بترشيح محمد الشيع ولا فقط النصح. هسه تم تجي تريد مني نصح، ما انصحك هسه، حتى نصح روحاني ما له علاقه، هذه موجوده الفتره الحاليه، قد تكون خلال بالسابق. نعم، تنظيم الصفوف الشيعيه السنيه والكرديه، ايران ما فقط احدث نصح للشيعه، لا اعطت للكل، لذلك نشوف كل الطبقه السياسيه سنه وشيعه وكرد يروحون لايران وغير ايران، دوله جاره تعطي النصح. لكن اليوم احنا طيب. ماذا نعرف؟ نرتب اوراقنا، خلينا نرتب اوراقنا بصوره صحيحه، نذهب الى انتخابات مبكره بشكل صحيح. طيب. من ناس سنه. لكن شنو اولى هذه الاوراق؟ يمكن سيد اثير، سيد طالب، قضيه الاليه اللي يجب ان تتبعها الاطراف السياسيه الدوله من اجل الذهاب الى الانتخابات، عدا القانون، عدا المفوضيه، مجلس المفوضيه الحكومة. الاليات اللي نتبعها شكل الحكومه اللي هي حاليا حكومه تصريف اعمال. هسه هي هاي المواضيع اذا هم عندهم نوايا سليمه وفعلا حريصين على مصلحه البلد ممكن يجادل لها حلها. نفرض سليمه لو نفرض غير سليمه. ها؟ نفرض سليمه لو غير سليمه. النوايا سليمه قصدي هي امشي، بس انا اود الفت نظرك نظر المشاهدين قضيه جوهريه. تفضل. هنالك قوى داخل العراق. نعم. قوى اقليميه، قوى دوليه. لا تريد العراق ان يكون بلد قوي. ولا تريد العراق ان تكون فيه دوله قويه. وانا قراءتي ان ما يحدث اليوم في العراق
بعد هاي التظاهرات التاء الصدري تقلق ايضا محيط اقليمي ومحيط دولي، واتوقع انه سوف يسعوا لاجهاض ايضا هذا التحرك. لا يريدون العراق ان يكون فيه زعيم قوي او انه يتشكل دوله قويه، يريدوا انه تبقى هذه المعادله انه هي عباره عن ثلاث اقليات، ثلاث شيعه السنه والكذا، تتعامل والان جاي لاحظ هذا اللي جاي يصير، تتعامل سياسيا على انها اقليات ذات حقوق معينه. نعم. هذه حقوق الشيعة وهي حقوق الكرد وهي حقوق السنة، وبالتالي نبقى في هذا الإطار. هذا يكفل على أنه العراق ما يكون دولة قوية. بنفس الوقت هم موارده وخيراته والنفط هذا يدون تحييد عن كل هذا الصراع. ذاك يقول لك ما له علاقة لا بسنة بشيعة وكرد، هذا موضوع العلاقة بالكارتلات العالمية وغيرها والاحتكارات. فإذا الآن أي محاولة لتأسيس دولة قوية، شوف حتى لو كان يقودها، أنا أحسك يا بصريح العبارة، لو كان يقودها السيد الصدر، لو كان قوة السيد الكاظم، لو كان قوة السيد المالكي، هذا عليه فيتو إقليمي ودولي، صدقني هذا عليه فيتو إقليمي ودولي. صحيح، نقطة على السطر. طيب حتى إذا نحن خلي قادتنا يفهموا هاي المعادلة، وخلي كل يبدو أنهم يقرب شعبهم، يبدو أنهم فاهميها جيدا، يعرفون المشاكل الإقليمية والدولية والإرادات الخارجية، لكن يبدو أنهم ما فاهمين مدى خطورة الشارع وحاجته إلى الخدمات، ومدى خطورة الشارع على الحكومة والنظام والعملية السياسية ككل إن خرج عن السيطرة هذا الشارع. طيب والآن وصل إلى حد الانفجار. طبعا هي طيب الكبرى. طيب طيب أكو مخرج للتغيير يمكن يشوفها السيد الصدر حاليا مناسب، وهذا يطالب به أضافة إلى قوى سياسية أخرى، وحتى الإطار كان يطالب به بعد مخرجات الانتخابات اللي كان بها مشاكل كثيرة وشبهات، إعادة انتخابات. شنو هي الآليات اللي محتاجيها من أجل إنجاح عمليات الانتخابات لو عدناها، غير القانون ومجلس المفوضين نتحدث عليها، آليات مثل ذكرها السيد أثير، احنا حاليا عندنا حكومة تصريف أعمال، حكومة تصريف الأعمال قانونيا تقدر تسوي انتخابات؟ هي لو يردون الصيدة ويش تصريف الأعمال ممنوع يعني دستوريا قانونيا؟ هو شنو تصريف الأعمال؟ يعني هو مو ذاك اليوم الحكومة عقدت اتفاق استراتيجي مع السعودية؟ يعني مو جاي تحضر مؤتمرات دولية؟ مو جاي تقرر المسائل الكبرى؟ وليش ما تقرر الموازنة؟ وليش ما تدير الانتخابات؟ يعني بهذه حرام وهذا حلال؟ ما راح تقدر تصرف هاي المبالغ الكبيرة. مبالغ كبيرة ليش الحكومة ذا مو حكومة تصرف أعمال راح تصير مبالغ أقل يعني شو؟ لا عندها صلاحية أنه تصوت وتضمنها بالموازنة. صلاحية تقدر يا أخي، موجود المحكمة. أكو قرار. أكو المحكمة. مو صحيح دستوريا مو صحيح. نعالي ما نحن لا أنا قصدي ما هو ذا، أنت غيرت هذه الحكومة. تغيير الحكومة أهم طبعا، راح ندخل بصراع منو لا بصراع. مو تغيير الحكومة نقدر شنو الحل نقدر مثلا نسوي حكومة بس لأجل الانتخابات؟ لا لا لا, لا لا نقدر لا. إنه لا. إنه لا. البرلمان إذا اجتمع، إذا اسمح لي سيد أثير، ما يقدر يجتمع البرلمان ويصوت على منح صلاحيات أكثر لحكومة الكاظمي؟ البرلمان ممكن، بس هو الآن وين البرلمان؟ هو الآن البرلمان إحنا يعني إذا رجعنا البرلمان البرلمان شفنا سرعته الفائقة فقط في قضية استبدال هذول النواب، ما شاء الله يعني كان حقق رقم قياسي بالسرعه، وباقي المسائل وين هو البرلمان الان؟ انت شايف لك الان برلمان هذا تعرض. طيب. يعني الان هسه هذا المشهد اللي صار بالبرلمان، دخلوا ناس متظاهرين وبداوا جلسوا حتى على مقعد رئيس البرلمان وبداوا يقررون وبداوا كذا، يعني في مشهد له رمزيه، زين هذا ماكو نائب يقراها يشوف شنو هذا جاي يصير، وين هم الان؟ هل هم داخل البلد؟ خارج البلد؟ لهم صوت خلينا نسمعه؟ لا عاد شنو يعني الناس انتخبتهم لاجل اي شيء؟ برايك من هو اللي يجري هاي الانتخابات؟ لا في اعقد ازمه تمر بالبلد هو النائب، ما لا له صوت ولا له قرار وما ندري به وين هو من اصلا. لا عاد شلون نسوي انتخابات؟ اذا وانا ابقى ارجع اقول نفس النقطه، اذا الانتخابات تنتج لنا نفس هكذا برلمان زين يتصارعون فيه، الحقيقه هو كل البرلمانات اتخذت الموضوع اخر، البرلمانات اتخذت الموضوع اخر، انه هاي الانتخابات احنا نقدر نختصر الوقت، زعماء الكتل وزعماء الاحزاب هم يجتمعون وبحوار وطني وخليه يتفقون على خارطة الطريق، وكان الله بالمسؤولين خارطة. طيب. الطريق حقيقية محددة مثل شو ما قال استاذنا انه مثلا يحدد قانون الاحزاب قانون يعني اشياء محددة واضحة زين وسقف زمني وبها اولويات ويعلنوها للناس، هذا مختصر. طيب نرجع ونبقى بالآليات سيد أثير، هاي الحكومة تقدر تعيد انتخابات؟
عندها صلاحية؟ نعم، لأسف صلاحيات احنا خلينا نقول تصريف الأمور اليومية ما عندها صلاحيات، لأن هذا يستوجب صلاحيات، لكن فعلا يعني ربما قرار أو قرارين من المحكمة الاتحادية العليا بالإمكان إعطاء صلاحيات، لكن احنا ليش ندخل نفسنا في هذا الدهليز؟ حكومة انتقالية قد تكون يعني اكو مرشح اليوم لم ينال قبول سماحة السيد الصدر اليوم محمد الشاعر السوداني، مرشح شرعي يعني شرعيه احنا لا نتكلم عن هم اصلا ما عندهم يعني اشكال على الشخص المرشح السوداني، عندهم اشكال باليه اختيار حتى المرشح. حتى نطلع من هذا العروق هنا نختار غير يعني محمد الشاعر السوداني، قد يكون صاحب خبره مثلا اعتقد هو في الجو احد وحكومه مؤقته حكومه انتقاليه لمده عام واحد، هذه جل همها الانتخابات وان تعيد الثقه بين جسور الثقه بين المواطن العراقي وبين الطبقه السياسيه. طيب. هذه فقط تعمل للانتخابات تخصيصات مثل الكاظمي كان مقرر كم شهر هاي بعدهم الطبقه السياسيه راح يكمل 4 سنين اليوم، لا حتى الانتخابات كيف تكون تفعيل القضاء بشكل جيد حتى هو يكون مسؤول عن الانتخابات القادمة، كذلك إشراف دولي وأممي مو مثل الرقابة اللي كانت الركيكة اللي صارت خلال انتخابات 2021. والإشراف راح يدخلنا بغير أمور وعدم مقبولية من أطراف سياسية. مو العراق هو دخل نفسه بهذه ما توجد ثقة. هم بس رقابة كانت دولية وكان شبهات بتلاعب وتزوير، اذا كان اشراف كامل شلون؟ استاذ بشار انت عندك شعب ناقم، انا صريح شعب ناقم من الشمال الى الجنوب كمان كل المحافظات، عندك شعب ناقم اليوم صراحه يفضل التدخلات الخارجيه، ليش وصلنا الى هذه المرحله؟ احنا خلينا نفسنا بهذا الاطار، لذلك اليوم حكومه انتقاليه لمده عام واحد خلال هذه 360 يوم تعمل هذه الحكومه على الكثير، شوف سن قانون او تعديل قانون الانتخابات. طيب. لا باس انه قانون مجالس محافظات خد ترجع ماكو مشكله بيوم واحد، قانون العيده قانون الاحزاب كثير من القوانين خلينا نعدل بطاقه تموينيه نعدل كثير من الامور كهرباء نعدلها سنستفيد من الربط السعودي ربط الكويت المهم، فنعيد الثقه بين المواطن العراقي وبين الطبقه السياسيه، خلي هذه الحكومه هي تكون هي يعني تعدل مسار الحكومه الانتقاليه طيب طيب ليش ما تمنح صلاحيات لحكومه الكاظم وتستمر؟ اكو اشكال بهالموضوع؟ اكو يصير مشاكل ما حد يحبذ، ما عندي اقول لك حتى نخرج يعني هسه اليوم انت سماحه السيد الصدر يحبذ بقاء الكاظمي لمده مثلا 6 أشهر او عام واحد، لكن الطرف الاخر يقول لك انا ما عاد لو يجي ما يريدون مو الكاظمي نعم ما يريدون تمام، فاحنا ليش احنا نرضي طرف ويبقى طرف زعلان حتى نطلع من هاي؟ وشوف هذا الحوار هنا انا راح نستفاد من الحوار، انت ليش تريد ترضي جمهورك وانا جمهوري ما ارضي؟ لذلك اليوم كطرف اخر ينارض السيد الصدر وايضا ينارض الاخوه بالاطار التنسيقي والكرد ايضا والسنه. طيب موضوع اخر مختلفين عليه سيد طالب، الاهم يمكن باعاده الانتخابات هو القانون، ممكن تتوافق الاطراف على قانون جديد؟ قانون انتخابات قانون انتخابات ممكن على قانون انتخابات، والاهم من هذا انه مساله انه تشكيل الحكومه والكتله من هي الكتله الاكبر لازم يصير اما تفسير جديد من قبل المحكمه الاتحاديه الدستور. او اجراء تعديل بالدستور يعني هو الدستور غير مقدس تعديل الدستور مو لازم الشعب يصوت عليه، هل هو الدستور مؤقت خلي يصير استفتاء ويا الانتخابات استفتاء على تعديل مواد دستوريه في ان واحد احنا نظامنا اخي. طيب من اللي يسوي تعديل على الدستور؟ من اللي يسوي تعديل على الدستور؟ هو غير تنطرح التعديلات وسائلها استفتاء لجنه غير لجنه؟ لجنه مين؟ تشكل بعد من مين تشكل؟ من البرلمان من البرلمان لازم كدائي. البرلمان صادرين ما موجودين به فشنو تصير اليه شو اسمه هو حتى بقضيه انه ممكن اكو احد الحلول المطروحه عوده الصادرين الى البرلمان ما قانونا ممكن يصير لها يكيفوها قانونيا لا ما صدقني لا وراد أي موضوع سالنا استاذ طالب ما طيب. ما صارت ما رحمت طيب قانون الانتخابات ممكن يوافق السيد الصدر على تغيير هذا القانون؟ ممكن مثلا القوى السياسيه الاخرى توافق على هذا القانون وتشارك به مره اخرى اللي عندهم اعتراض يعني كبير عليه؟ ممكن سيد طالب؟ والله هو القانون يعني موضوع الانتخابات لانه احنا نرجع نفس المشكله، بما انه هاي الاحزاب والقوى كلها تفكر بمصالحها الحزبيه فهي تنظر لقانون الانتخابات مو ماذا سيحقق للوطن والبلد والمجتمع؟ ماذا سيحقق لها؟ اذا رات ان هذا القانون ما يخدم انتخابيا، ما يجيب لها عدد من المقاعد، فهذا راح ترفضه. فهي دائما راح تصير ازمه جديده هي مو بس الانتخابات نفسها، هاي الاحزاب هو الجمهور كله والمجتمع
تنظر له على أنه أداة أنا حتى توصل للسلطة، مو هدفه هو الجمهور وإرضاء الجمهور. لو كان هذا هدفه الحال كله. لكن هذه الأداة قد تكون خطرة في بعض الأحيان، هذه الأداة أدت إلى إسقاط أنظمة وحكومات، يعني في حال وصلت إنه إلى درجة كبيرة من الحدية. لا هو طبعا لأنه ينظروا له بهاي النظرة يعني النفعية، طبعا الجمهور ينتفضتهم بعد، ومو انتفضتهم بتشرين والآن هم نفس الشيء. الجمهور إذا أنت تعامله بهذه الطريقة أنه فقط تريده بوقت الموسم الانتخابي حتى يوصلك الاسم، أنت ترفع له شعارات وكذا، أنت ما محقق له شيء يا أخي. إحنا لو محقق، إحنا لو دولة مرفهة أنا أقول لك هذا السجال ممكن خلي يستمر. إحنا لو بإيطاليا قاعدين أو بسويسرا خل تبقى البلد بدون حكومة حتى لمدة سنتين، ناس قاعدون أرجع لك إلى قضية وكل شيء ماشي. أرجع لك قضية الجمهور، لكن بالنسبة للقانون سيد أثير، راح نشهد أزمة جديدة على قانون انتخابات في حال يعني ناس تريد يتغير ناس تريد يبقى؟ لا, لا 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 هو راح يتغير، لا هو السيد الصدر يريد يتغير، وايضا الاخوه كلهم يبدو يتغير، لان هذا ما والهم كله. الصدرين شلون يريدوا يتغير هو خادمهم؟ ما هو حتى يرضي كل الاطراف. اليوم شوف اكو دعاوى، اليوم اكو انقسام، يعني اكو انقسام بين انه يبقى هذا القانون المناطق وبين اللي يتغير. لا. على الاغلب هاي مال 50% والمحافظه تصير قسمين وكذا، هذه اعتقد الكل متفقين عليها. يعني مو نرجع السنة لا 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 لا, لا من اطمئن خذها من عندي. من ناحيه القانون انتخابات متفقين عليه الكل، وسيتم تغييره بما يتواءم مع كل الكتل السياسيه والاحزاب، لكن مو هذه المشكله. صدري المشكله منو راح يصير؟ صدرين موافقين عليه، الاطار موافقين عليه، كل متفق. طيب كل المستقلين والكل. المستقلين استفادوا من هذا، عندهم 40 مقعد، 43 ومتهمين معظمهم بانهم متحزبين. سعفنا من المستقلين أرجوك. 43 ومتهم معظمهم انهم ما مهم رايهم يعني بالقانون الجديد. لا مو مشكله، مهم رايهم. مو قلت لك انا متحزبين يا اخوي، مو قلت لك متهمين، مو انا دا اقول كلهم متحزبين، قلت لك معظمهم، مو انا دا اقول، لكن هناك اتهامات بانه معظمهم متحزبين، يعني حالهم حال اللي راح يقول هسه جزء 3-4. شوف المشكله من راح يشارك في الانتخابات من اليوم، من هسه سمحت السيد الصدر يقول اذا شاركوا ضل الطبقه السياسيه من هسه احنا ما نشارك، واذا ما نشارك تعرف انت المشكله اللي يعني الكي المفتاح مال الشارع بيت سمحت السيد مقتدى الصدر. اي حكومه تتشكل مهما كانت قوتها اذا ما ارضت صراحه كل الاطراف راح تكون حكومه فاشله، وقلت لك قبل شويه هم خلوا نفسهم بهذه الدائره بهذا الاطار. لذلك اليوم اذا ما يصير تغيير جذري وجدي انه مو هذول صراحه يسموهم الرعيل الاول يدخلون، يعني ما راح يصير اي تغيير. لازم يكون في التصور لدى المواطن العراقي انه هذه الانتخابات فعلا راح تكون تغيير، يعني اكو تغيير. طيب شلون ممكن يكون تغيير ومرضي للناس؟ الناس نسبه الكبيره الاعظم ما شاركت بهذه الانتخابات وما مؤمنه بالعمليه السياسيه، عندها مشكله بيها. اللي شاركوا اغلبهم جماهير حزبيه او عندهم ميول طائفيه او قوميه وغيرها، واللي راح انتخب من الصدريين انتخب على مود السيد مقتدى الصدر. تمام. اللي راح انتخب الفتح من اجل سؤالك السيد العامري. نعم. وشيخ قيس الخزعلي. نعم. وغيره. نعم. مو لاجل المرشحين. لا لا. اللي راح انتخب لاجل المالكي. الانتخاب لاجل برزاني. اللي شارك حلبوسي. واضح واضح خنجر. واضح. لا لا اكو فئه قليله جدا. طيب. قد تكون خمسه. هاي قيادات خط الاول اذا ما تشارك مو نسبه العزف راح تصير اكبر؟ لا لا اليوم بالعكس الجماهير راح تشارك، خذها من عندي. ومجرد ما هالسيد مو نسبة وتناسب، انا ما بدي احكي حكي قد يزعل يعني. شوف اليوم اكو نقمة، ما قلت لك من الشارع العراقي اليوم من دول راح يبتعدون. لا. من راح يكون البديل؟ مثلا اكو مدراء عامين يا اخي، اكو اساتذة الجامعات، اكو برا الله وكيلك خارج العراق قاعدين وساكتين ويقدرون يغيرون الواقع المر بالداخل يعني خلال شهرين ثلاثة اشهر. متحزبين متابعين الجهاد؟ لا 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 بعدنا عن بقول لك التحزب بعد ما يفيد، ما متحزبين اطلاقا، ناس مستقله. لا. ناس عندها خارطه. ما معقوله كلامك سيد اثير، اني بحزب. لا. كذا وكتله كذا اروح اجيب ناس مستقلين ارشحهم اني؟ ما اقول لك نبعد، اقول لك قانون الاحزاب هو شنو؟ سعد بشار احنا من راح ننظم راح نقل قانون الاحزاب، معناته شنو؟ راح ينظم عمل الاحزاب. قانون الاحزاب مو معناته اجيب مستقلين ارشحهم عن ما يخالف اني مو هي هذه. لا ليش يرشح مستقلين يعني الا من تم الحزبه خليه يرشح اذا ارادوا تغيير. لا. اذا ارادوا التغيير مو يرشح والله منه ونصاتبك إليه
وكذا إلية وتعال عين لك كذا وكذا ولزموا من من, من إخواني قال هذه موجودة وهذه نبت الفشل اللي صارت. إذا رادوا نفس الشيء ورادوا يصير ثورة فعلية خلينا تهجون نفس النهج. طيب هاي راح تكون يعني عامل ثقة حتى ترجع ثقة الناخب بالعملية السياسية أو بالجهات السياسية. سيد طالب ممكن يعني كسب الشارع بهذه الطريقة وترجع نسبة مشاركة كبيرة بالانتخابات على الأقل تطي الشرعية شوية للانتخابات. الانتخابات إذا دوت تم خلال وقت يعني 6 أشهر أقل أكثر. 6 أو سنة ورجح سنة. يعني ما راح يعني ما راح يصير تغيير كبير في قضية إقبال الجمهور لأنه الجمهور الآن محبط وفاقد الثقة بكل العملية السياسية ومخرجاتها والانتخابات بذاتها كمفردة. اللي جرى بعد الانتخابات الأخيرة. الانتخابات. يعني الانتخابات أكو قراءة أنه عمق هذه الفجوة. الانتخابات الحالية واللي قبلها أنتجت لنا أنا أسميها ثقافة طوارئ بالعراق. كل ما تصير انتخابات يعني أزمة كبرى وصراع ومن يلزم الكتلة الأكبر وعلى تشكيل حكومة والوزارات والمصالح الداخل العشائرية والإقطاعية والحزبية والطائفية إلى آخره. الانتخابات أصبحت يعني في ذهن في لاوعي السياسي للناس على أنها أزمة. يعني تقول الانتخابات يقول لك راح يصير أزمة بالبلد زين هذا. فإحنا إذا أقمناها بعد فترة نفس الشيء. أول شيء إلى نقطة تطرق بها الأستاذ الموضوع المستقلين وحضرتك. تفضل. مستقلون للأسف وبكل مرارة أقول ارتكبوا خطأ يعني كبير بحق الشعب العراقي. أخذوا فرصة ما استفادوا. يعني وخلوا زادوا إحباط الناس. الآن عندنا 43 50 أقل أكثر. أنا كنت أقول دائما أطلع الفضائيات أقول لو 20 مستقل حقا وكل هم الوطن وكل هم البلد والله يخلقون تغيير. تدري أنت مرات إنسان فرد واحد يخلق تغيير. إحنا عندنا تجارب هاي العالم من حولنا يا أخي. حزب العدالة والتنمية بتركيا دخل بكم نائب سوى هذا التغيير كله. مجموعة نواب أردوغان شخص غير تركيا من حالي إلى حالي يا أخي. يقدرون يقدرون بس إحنا ما عندنا هذا الصراع بين ما عندنا نواب الآن. ما عندنا نواب حقيقي. وين النواب المستقلين وينهم؟ الناس انتخبهم حتى بالدورة السابقة والله أعرف أحد بعض النواب كانوا فعلا مستقلين والناس صوتت عليهم وما كرهتهم حتى أموال الدعاية الانتخابية. الناس عشقتهم وحبتهم ومرت هذا الموضوع وتابعت أداهم. الله على ما أقول شهيد. تابعت أداهم 4 سنوات. طيب. حتى حرف ما سمعت منه. طيب. هذا الناس الانتخابات الأخيرة سيد طالب. على الأقل تكلم يا طالب. اسمح لي. إذن الانتخابات الأخيرة وياك سيد طالب. الانتخابات الأخيرة أكو ناس راحت للانتخابات وحثت الناس الباقي يروحوا للانتخابات حتى ننتخب مستقلين حتى يسوون تغيير. طيب المستقل ما سوى شيء على حسب كلامك. راح ايضا يصاب هذا بالاحباط ايضا. عزوف يعني نسبه العزوف راح تتعمق. العزوف راح يتعمق. وانا اقدر اقول حتى يقول بصوره يعني شموليه التجربه الديمقراطيه هذه النسخه العراقيه من الديمقراطيه اثبتت فشلها مثل وصفة الطبيب تجربها المريض وزيدة مرضا فلازم يغيرها. احنا هاي الوصفة المفروض تتغير. هاي الديمقراطية احنا بهذه الطريقة والله عندنا انتخابات وفرحانين وكذا هذه ما جاءت فينا لانه لن تنتج تنمية للبلد لن تحقق تقدم للبلد. اصلا العكس هو الصحيح صدقني. البلد بحاجة الى مركزية بحاجة الى قيادة الى قائد سلطة. الى حكومة قوية الى سلطة قوية الى دولة. انت اذا ما عندك دوله قويه ما تقدر تحقق تنميه ولا تجيب للناس كهرباء ولا مياه صالحه والانتخابات ولا تعليم جيد. الانتخابات ما ممكن تحقق ان كل هاي تحقق مصالح الاحزاب بصيغتها الحاليه لانه ما جاءت تنتج لنا دوله ولا جاء تجيب لنا رجال دوله. الشكر ولا حتى رجال سياسه. جاء تجيب لنا رجال يبحثون عن مصالحهم. الكاتب والصحفي سيد طالب الاحمد كنت ضيفا كريما. شكرا لك سيد طالب وشكرا لكم الباحث بالشان السياسي سيد اثير الشرع. شكرا لكم سيد اثير والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.